شفنا عقدة اتفاق مصالحة مع مصراتة، ما رأيك في هذا الاتفاق؟ حقيقة نحن لم نقم باتفاق مع مصراتة نحن قمنا بإيقاف القتال وبهدنة مؤقتة مع مصراتة. مصراتة لم تكن هناك مصالح لحد الآن رسمية مع مصراتة. نحن اتفقنا مع الإخوة العاقلين في مصراتة والإخوة الذين يريدون مصلحة ليبيا، اتفقنا معهم حقيقة على أن تكون هناك هدنة بين ورشفانة ومصراتة حتى يتم المصالحة، ونحن الآن متفقين مع مصراتة في إقامة مصالحة شاملة كاملة لكل الليبيين وليس بين مصراتة ورشفانة. لكن إلى حد الآن لم تكن هناك أي مصالحة كاملة ببنود أو اتفاق أو مسجل بين ورشفانة ومصراتة، ولكنها كانت هدنة مؤقتة لإيقاف القتال، حيث أن الإخوة من مصراتة طلبوا أن ينسحبوا من أمامنا عند تحرير ورشفانة وانسحبوا فعلا، ونحن نحترم فيهم حقيقة هذا العمل الطيب الذين هم انسحبوا من أمامنا ولم يقاتلونا إلا في بادئ الأمر بسيط، ولما عرفوا الحقيقة وعرفوا أن نحن نريد تحرير أرضنا انسحبوا من أمامنا وبدأت الهدنة موقوفة لحد الآن. ولكن إن شاء الله إذا بدأنا في المصالحة ستكون كل قبائلنا في المصالحة ومن أولاهم مدينة مصراتة. من كلامك سيد عمر نفهم انك تدعو الى مصالحه وطنيه شامله لكل المدن المتصارعه ما بين كيكلا و الزنتان، ما بين بورشفانة والزاويه، ما بين انا ادعو الى مصالحه كامله، أدعو إلى رجوع أهلنا من المدن النازحين منها، أدعو إلى وفاق بين الزنتان والمشاشة وبين مصراتة وتورغة وبين ورشفانة والزاوية وكل القبائل التي تقاتلت وتناحرت، أدعو لهم بإذن الله إن شاء الله إلى مصالحة وإلى سلام وأمن ودعوة أخوة ودعوة استمرار الأخوة والتعاطف والمعاطفة. نحن أصهار وأنساب وأقارب في كل قبائلنا، ونريد لم الشمل لكل الليبيين، ونريد اللحم الوطني لكل الليبيين، ونريد الخير لليبيا ولأهلها. ولكن أقول لكم لا يتم هذا إلا بقوات مسلحة قوية قادرة أن تحمي حدود ليبيا وبشرطة وأجهزة أمنية تحمي المواطن الليبي وأن يتحرك في أي اتجاه، لا مانع ولا عارض له في أي اتجاه داخل بلادنا الحبيبة. بتعليقك أستاذ عمر، باعتبار أن السيد خليفة حفتر هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، هل هناك تنسيق بينك وبين؟ أنا أقول لكم لماذا يتحسسون من حفتر؟ هذا مكلف من مجلس النواب، قائد عام للجيش الليبي، إذا هو القائد الشرعي للجيش الليبي الآن. إذا كان العالم يعترف بالمجلس النواب فمجلس النواب هو من أعطى الشرعية للفريق الأول ركن خليفة حفتر كقائد للجيش، وما دمنا نحن تبع الجيش الليبي فلابد أن نلتزم بتعليمات القائد العام، وإلا لم يكن هناك جيش ولم تكن هناك أوامر منتظمة، وبالتالي سنكون ميليشيات. إذا كان الليبيون معترفون بمجلس النواب، والليبيون هم من أسس مجلس النواب، ومجلس النواب أعضاءهم من الليبيين وهم يمثلون ليبيا، فبالتالي خليفة حفتر هو الآن مشرعي باعتباره مكلف من قبل مجلس النواب، ومدام خليفة حفتر قائد عام وهو قائد الجيش الليبي، فإذا لابد من جميع الوحدات الجيش الليبي أن تخضع لتعليمات خليفة حفتر. سيد عمر، ما رأيك في حكومة الوفاق الوطني واتفاق السكيرات؟ نعم، ما رأيك في حكومة الوفاق الوطني واتفاق السكيرات؟ أولا أنا لا أقول هناك حكومة وفاق وطني لأن الليبيين لم يتفقوا عليها، يجب أن يجلس الليبيين كلهم، وأنا أطلب من حاجة واحدة من كل الليبيين، لماذا لا يصوت الليبيون على هذه الحكومة؟ إذا كان الليبيين رضوا على هذه الحكومة فأنا واحد من الليبيين، وإذا كان الليبيون لم يرضوا على هذه الحكومة فأنا واحد منهم. إذا كان الليبيون، لا، هي ليست أراء شخصية لعمر ثنتوش ولا لفلان ولا لزيد ولا العبيد، الحكومة الوطنية هي حكومة للليبيين كل. إذا كان الليون قرر أن يكون فلان وفلان وفلان في الدولة الليبية فهذا لا يملك القرار. أنا أرى أن هنا لابد أن يكون هناك تصحيح لهذا الاتجاه. لماذا هذه الأسماء ما تعرض على الليبيين وتكون في انتخاب، في حتى انتخاب أو أو أو, أو جس النبض الشارع ليعرفوا مدى هؤلاء الناس عندهم شعبية ولا؟ إذا كان الليبيين حتى 60 أو 70% من الليبيين رضوا عن هذه الحكومة فأنا موافق عليها، وإذا كان الليبيون لم يرضوا عليها لن أكون واحدا من الليبيين المعارضين للشعب الليبي، أنا مع الشعب الليبي. ما دام الشعب الليبي يرفض هذه الحكومة فأنا مع الشعب الليبي وأرفضها، إذا الشعب الليبي أراد هذه الحكومة فأنا مع الشعب الليبي ونريدها ولا بأس. هل طرح
تعتقد ان ما يسمى بمحيي الدين النظام السابق سوف يكون لهم مكان في ليبيا الجديده؟ انا اقول وللمره العاشره والحادشه في كل لقاءات اتكلم، لا هناك ازدام ولا هناك فبراير، يجب ان نحن نتخلى عن هذا الاتجاه السياسي. الان النظام السابق، مؤيدي النظام السابق هؤلاء الليبيين، و17 فبراير برضو المؤيدين له ليبيين، يجب ان ننسى هذه الاحقاد والان نلتجئ الى خط ليبيا. يجب ان نعرف ان ليبيا وطن محتاج الينا وننسى هذه الاحقاد، وهذا تبع القذافي، وهذا تبع عمر المختار، هذا تبع الملك ادريس، هذا تبع مصطفى عبد الجليل. ارجو ان نتناسى هذا الكلام، ارجو ان نكون كليبيين اخوه واخوه ووحده واحده وننسى هذه الاحقاد وننسى هذه الاتجاهات السياسيه. الان يهمنا وطن ليبيا، القذافي انتهى من زمانه، والنظام و17 فبراير يجب ان ينتهي في وقته، لان فبراير لو كانت ثوره حقيقيه للليبيين لما صنعت هذه في الاربع سنوات العجاف التدمير والخراب بيننا. لو كانت فبراير ثوره حقيقيه لمصلحه الليبيين لن نتناسل عنه ولن نترك فبراير ولن يسبقنا احدا على فبراير، لكن حقيقه يجب ان نعرف ان فبراير جاء بتدمير ليبيا وبتخريب ليبيا وبدمار ليبيا. وكما تعلمون منذ 2011 والى 2015 الان ليبيا في قتال وفي تدمير وفي تخريب بيوت، فأين المصلحة من فبراير يا أخواننا عشان نتمسك بفبراير؟ نحن لا نتمسك بفبراير ولا نتمسك بالنظام السابق، نحن نتمسك بوحدة ليبيا وحدة واحدة، ويجب أن يكون نظام ليبي نظام جديد يأسسه الشعب الليبي في دوائر الانتخابية، وهو من يحدد كيف يكون نظام ليبيا، تكون جمهورية، تكون مملكة، تكون امبراطورية. فالليبيون هم من يحدد ذلك وهم من يقرر ذلك، ونحن كقوات مسلحة نحمي إرادة الشعب الليبي. في نهاية لقائنا هل تسعى لعقد اتفاق مصالحة جدي مع مدينة الزاوية حتى تكون النية صافية؟ نحن طلبنا من الأخوة في مدينة الزاوية أن تكون مصالحة، ولكن هناك يا أخواننا ما زال في مشاكل بين ورشفانة والزاوية، هناك تدمير، هناك تخريب في بيوت اللي بالورشفانة، هناك دمار، هناك معتقلين، هناك ناس مفقودين. نحن نجلس مع إخوتنا في الزاوية على طاولة واحدة ونناقش هذه الأمور، ويجب أن تكون هناك ملاحظات في هذا المصالحة، يجب أن تكون المصالحة بطريقة صحيحة ونظيفة حتى لا نرجع إلى القتال مرة أخرى. يجب أن نبدأ في حوار صحيح مع الزاوية حتى يتم المصالحة على أسس صحيحة وقويمة، ولا نمانع أن تكون هناك مصالحة بين الزاوية والشفانة. يجب أن تتم مصالحة بين الزاوية والشفانة حقيقة وفي أقرب الظروف وفي أقرب وقت، ونحن جلسنا مع الإخوة في الزاوية عدة مرات من في السابق. أعتقد أن مدينة الزاوية فعلا جادة في وجود حل لهذا لإنهاء هذا الصراع. هناك أناس في مدينة الزاوية أحرار ووطنيون، هناك أناس يريدون المصالحة ولا يرضوا عن تصرفات بعض المارقين عن القانون، ويريدون المصالحة مع ورشفانة، وكذلك ورشفانة تريد المصالحة، ولكن لا بد من المارقين عن القانون والخارجين عنه والذين قاموا بأعمال تخريبية في الجهتين، يجب أن يحاكموا ويعاقبوا، ويجب أن يعوض سكان ورشفانة عن ممتلكاتهم التي دمرت. أبناء ورشفانة الآن ينامون تحت الأشجار، بيوتهم محروقة ومدمرة ومخربة، وأبار المياه تم تدميرها. لا بد للدولة أن ترعى هذه الأمور حتى يتم تخفيف الصدمة من الليبيين ومحاولة إرجاع روح النفس إلى الورشفانة حتى يطمئنوا على ممتلكاتهم وزراعاتهم ويجدوا مأوى لهم حتى يستطيعوا الرجوع للمصالحة وعدم ردة الفعل القوية. ما موقف الحكومة المتواجدة بطرابلس بخصوص التدمير الحاصل؟ هناك إعانة؟ لم تدعمنا لا حكومة طرابلس ولا حكومة البيضاء، الاثنين لم يدعموا ورشفانة ولم يقدموا أي شيء لورشفانة. ورشفانة لها أكثر من خمسة أشهر الآن وستة أشهر محررة، ولكن حقيقة لم ندعم بأي شيء لأهلنا، البيوت المحروقة والمدمرة والمخربة والطرق المدمرة والمدارس والمستوصفات، لم نلقى أي رعاية من أي حكومة، لا من الشرق ولا من الغرب، لا من الحكومة الشرعية لمجلس النواب ولا من حكومة الإنقاذ في طرابلس، لم يهتموا بنا الاثنين. في نهاية لقائنا سيد عمر، ما نظرتك المستقبلية؟ تحياتي إلى كل أهلي وأحبابي في ليبيا الحبيبة، وأنا أقول لهم إذا تمسكتم ببعضكم ونسيتم أحقاد الماضي البغيض ونسيتم كل ما حصل في هذه السنوات العجاف
وكل المشاكل السياسية والاقتصادية وكل المشاكل الاجتماعية ستنجحون في التلائم مع بعضكم وترجعوا وتلتحمون بنسيجكم الاجتماعي مع بعض وتنسون كل الأحقاد. ونرى يجب أن نحب أن نرى ليبيا وحدة واحدة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله، يرعاها عين الله ويحفظ الليبيين كله ويحفظ الله ليبيا، ولكم الشكر.